تعظيم سلام مرة تانية وثالثة ورابعة لمنتخب مصر. خلوني النهاردة هقدم ضيفي الكبير بشكل مختلف. بشكل أنا أتمنى أن أنا أقدمه يعني حاجة كبيرة جدا هو بالنسبة لي. تخيلوا لما بتقعد قدام اللي علمك واحد من النجوم الكبار اللي علموني أنا شخصيا كرة يد. أكيد الموضوع هيكون مختلف. أكيد أنا سعيد جدا جدا أن أنا قاعد قدامه النهاردة. هو مهندس. هو أحد نجوم النادي الأهلي. وكابتن النادي الاهلي، كابتن منتخب مصر، مدير فني منتخب مصر حائز على بطولات، رئيس جهاز، مدير نشاط رياضي سابق في النادي الاهلي، مدير فني للاتحاد الصيني، تايتل كتيره جدا. يا رب اكون لميت الامور. صدقوني انا سعيد ومبسوط جدا على شاشه الاهلي ان يكون معايا كابتن عاصم السعداني. كابتن عاصم صدقني حوار مستنيه من زمان. انا طبعا بشكرك كابتن خالد، تقديمه كبيره جدا عليا. انت تستاهل اكتر من كده. الله يخليك، الله يخليك. طبعا انا سعيد جدا ان انا بقى معاك النهارده في مناسبه يعني بتعتبر مناسبه عيد من اعيادنا. احنا الحمد لله كتير في ال 30 سنه او اكتر من 30 سنه اللي فاتوا، انما النهارده عيد بجد، عيد بالنسبه لنا اسره كره اليد. فبحب بدايه اهني كل اسره، بهني مصر طبعا وبهني كل اسره كره اليد، بدايه من المدربين بتوع الانديه، مرورا بمدربين المنتخبات، بالجهاز الفني، ونهاية بالاتحاد اللي قدر يسير بكرة اليد في اتجاه أنا شايف إن شاء الله، إن شاء الله زي ما أنت قلت في المقدمة كده، إن مصر داخلة على إن شاء الله، إن شاء الله على عصر ميداليات في الفريق الأول، إن كان في الأولمبياد أو في كأس العالم. وافتكر الكلام ده، وحتى افتكر لما كنا في التحليل بتاع كأس العالم اللي فات بالظبط معاك في قناة أخرى، قلت لحضرتك لا أنا شايف إن منتخب مصر هيوصل لبعيد جدا. حصل. فطبعا فرصة سعيدة جدا، بنبارك تاني لمصر، وإن شاء الله مستنيين من ولادنا الأكتر والأكتر بإذن الله. لو النهارده عيد فكرة اليد هي عندها أعياد كتيرة، فالمنظومه دي ما اتبنتش من فراغ. اكيد المنظومه النهارده شغاله في الاتجاه اللي حضرتك بتقول عليه، الاتجاه الصحيح والاتجاه السليم اللي هنروح فيه لميداليات. لكن انا عايز ارجع بالتاريخ شويه، لان حضرتك احد بنات التاريخ، صح كده؟ بنات التاريخ. لا 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 لا، بص حضرتك من الشخصيات اللي جوه تاريخ كره اليد اسم محفور مع مدربين، اكيد بنحترم كل المنظومه، لكن حضرتك كنت شاهد على عصر تقريبا. عايز ارجع بالتاريخ لورا شويه يا كابتن عاصم. كرة اليد راحة في اتجاه مختلف من 86 للبداية، البداية كانت شكلها ازاي؟ وايه اللي نمناه في كرة اليد وعشان نوصل للمرحلة دي في الآخر؟ أنا هقول لك كلمة واحدة تختصر الوقت كله. المفتاح هو التخطيط. المفتاح هو التخطيط. لما بدأت كرة اليد تخطط مظبوط بداية من الدكتور حسن مصطفى، طبعا اللي هو إذا كنا بنتكلم عن كرة اليد إن هي أيقونة. إحنا كلنا حلقات في سلسلة كرة اليد، فبالتأكيد وبلا أدنى شك أن الدكتور حسن مصطفى هو الحلقة الأقوى في سلسلة نجاحات كرة اليد على مستوى الإدارة وعلى مستوى الاتحاد الدولي بعد كده، يعني ممكن نتكلم في ده كتير. إنما المفتاح هو التخطيط والإصرار على تنفيذ ما تم تخطيطه، بغض النظر عن حاجات كتير ممكن يقابلنا مشاكل كتير، إنما لازم يبقى فيه إصرار ان انا انفذ ما تم تخطيطه، بالذات لما يكون التخطيط ده تخطيط سليم. الاتحادات كلها اللي مشيت نجحت بنفس المنوال، واخرهم الاتحاد الحالي برئاسه المهندس هشام نصر، وطبعا هو اخ وزميل، طبعا زميل هندسه كمان، وزميل هندسه وزميل حاجات كتير جدا جدا، وانا كنت كابتن منتخب مصر تمام. وهو لعيب فيه يعني الحمد لله. برضو علاء السيد رئيس لجنة الفرقة القومية، حد عنده خبرات كبيرة جدا جدا، إذا كان على مستوى اللاعب، طبعا لاعب كان لاعب من اللاعبين المميزين وكابتن منتخب مصر وشال الكاس ده هو في القاهرة هنا هو. فهي استمرار لنجاحات التخطيط. فإن اتكلمنا عن المنتخب الأخير ده، لا مكاسبه كتير جدا 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 على مستوى النتائج مفيش شك، تامن عالم، أول أفريقيا، وافتكر كلامي ميدالية ان شاء الله أولمبية، ان شاء الله ميدالية أولمبية املنا فيها كبير جدا، وكاس العالم 2021 منتخب مصر هيبقى ليه دور او ليه هيبقى ليه كلمة. هيبقى رقم صعب جدا جدا في بطولة العالم. طيب احنا كده التخطيط ده اسره كره اليد كلها التخطيط عندها
تخطيط جيد جدا. لكن خلينا نسترجع بطولات افريقيا. يعني اول بطوله افريقيا كانت في سنه 90 في مصر، مظبوط؟ 91 كانت تاهيل للاولمبياد، كانت 91 هنا في القاهره، وكانت بنظام مختلف، كان يعني كانت بنظام الدوري من دور واحد، واحنا لعبنا الجزائر في الافتتاح، كانت الجزائر هي البطل السابق، مش البطل السابق بس، خمس بطولات 81 83 85 87 89، ولو ان 89 احقاقا للحق 89 وكان المدير الفني كابتن جمال شمس رحمة الله عليه. احنا كنا بنلعب مع الجزائر في الجزائر، وكانت فرقتنا فيها عدد كبير من اللاعبين الصغيرين، ودول عملوا نتيجة كبيرة جدا مع الجزائر، وكانت النتيجة دي بتنبئ ان لا مصر جاية، رايحين في طريق المكسب، رايحين في طريق المكسب. الصورة دي اللي قدامي على الشاشة صورة منتخب مصر سنة 91، مظبوط؟ 91 مظبوط. 91 عايز استرجع معاك الماتشات سريعا، لكن هكلمك عن مباراة تونس. المباراة طلعت بفارق كبير جدا 10 اهداف. مباراة تونس دي مباراة من المباريات التاريخية. من المباريات التاريخية لمصر وتونس. ويمكن برضو في شبه زي ما بيقولوا ما اشبه اليوم بالبارحة. برضو المباراة دهيت كانت صعبة في الأول، الشوط الأولاني، لأن كان فيها بعض يعني مش عايزين نخش في تفاصيل كتير فيها، إنما كان الشوط الأولاني 7-7. أنا فاكر المباراة كويسة طبعاً. كان علاء السيد، الكابتن علاء السيد كان بيلعب واتخبط في وشه، وكانت في مشكلة في الشوط الأولاني، فالشوط الأولاني خلص 7-7، والشوط الثاني خلص 13-3، وانتهت المباراة 20-10. مظبوط. وكانت من المباريات التاريخية ما بين مصر وتونس، وتأهلنا فيها الأولمبياد للأولمبياد، ودي كانت أول مرة برضو نتأهل للأولمبياد، كانت أول مرة نتأهل للأولمبياد. وبعد كده بدأنا نشتغل في بطولة أفريقيا 92. 92 بعدها بسنة برضو حصل حاجة مشابهة كده، وإن مصر كسبت تونس عشان إحنا في مصر وكده، فتقابلنا في المباراة النهائية، تقابلنا في المباراة النهائية في ساحل العاج وكسبنا، وكان برضو أول تأهل لمصر لكأس العالم 93 في السويد. نفس الكلام، نفس الكلام، هي فعلا زي يعني هي أحداث متشابهة شوية، متشابهة. هو في دايما الناس التاريخ بيكتب أرقام، ليه مصر 7 بطولات وليه إحنا تونس، مع احترام طبعا منتخب تونس شقيق وكل حاجة، بنتكلم في 10 بطولات، الناس بتقول لك إحنا ليه متأخرين، دايما عايزه تبقى مصر في المقدمه. لا انا هقول لك ليه بقى، لان أيوة. كويس قوي ان انت سالت السؤال ده، ليها سبب. لان الناس لازم تعرف ده. ايوه بالظبط. نظام التاهل من كاس العالم لكاس العالم في الزمان في اوائل التسعينات كان مختلف عن دلوقتي. كويس. ونظام التاهل للاولمبياد كان مختلف عن دلوقتي. تمام. فبدايه من كاس العالم 93 مصر خدت مكانها في كاس العالم اللي بعديه، وكاس العالم اللي بعديه خدت مكانها في الاولمبياد، فبقت مصر بتتأهل من كاس عالم لكاس عالم ومن كاس عالم لاولمبياد، مهمه جدا الحاجة كانت العصر، بدون الحاجه للجوء لافريقيا. كويس. فمصر كانت بتشارك بافريقيا عشان تعد منتخبات الشباب، فقعدنا عدد كبير جدا من البطولات بنسافر بمنتخب الشباب، يمكن مطعم بلاعب او اتنين. لو احنا كان منتخبنا في الوقت ده هو استمر يشارك بقوته الكامله في بطولات افريقيا، لا العدد كان هيبقى طبعا اكبر بكتير من 7. هو ده اكتر كتير من 7 طبعا. كابتن عاصف، البطولات اللي كانت مؤثره في تاريخ مصر، في البطولات الافريقيه مؤثره في تاريخ مصر غير 91 و92 دي كانت البدايات، بطولات اخرى في تاريخ مصر قبل ما نوصل لاخر بطوله دي؟ يعني يمكن التاهل بتاع انجولا كان برضو كان تاهل مهم. التاهل اللي احنا فيه ده تاهل مهم، لانه كان بيحط يعني حط الفرقه في المكان الصح، يعني احنا كان الناس كلها متخوفه من الارض والتحكيم والكلام ده كله، فكانت البطوله دي بطوله محوريه، لان زي ما بقول لك البطوله دي حط زقت مصر على على تراك تاني خالص. ممكن نتكلم بقى في هنبدا فيها، لكن بص المؤشرات بدات في كاس العالم، مصر بتلعب تونس في كاس العالم، وقدرت مصر برضو تعمل فرق كبير جدا بينها وبين عامل نفسي مهم كان اداره كان لازم يتعمل عشان نوصل للمرحله اللي احنا فيها. يعني هو انا مش تحيزا لمنتخب مصر الحالي او المنتخبات السابقه، لا مصر في افريقيا في مكان اخر خالص في كره اليد طبعا. يعني مصر بتصنف مش على مستوى الرجال فقط، انا بتكلم على مستوى الشباب وعلى مستوى الناشئين، احنا في مكان اخر خالص، يعني احنا في مكان بعيد شويه عن افريقيا. يعني احنا عدينا افريقيا بمسافه بدليل النهائي، يعني النهائي امبارح يعني ما هوش معبر قوي عن فرق المستوى، فرق النتيجه مش معبر قوي عن فرق المستوى. يعني احنا فرق النتيجه كان طبعا هل ممكن في يوم من الايام نشوف بطوله افريقيا زي بطوله اوروبا؟ بصراحه
ما يتهيأليش انه في الـ في الـ في الوقت القريب ده هيحصل، لان احنا بقى لنا كتير قوي نفس التركيبه الافريقيه هي يعني احنا سيمي فاينال مصر تونس جزائر انجولا، ده احنا بقى لنا على المنوال ده فتره كبيره جدا. الدول الافريقيه اللي كانت شويه عندنا امل فيها بتوصل لمرحله معينه من التطوير وبعدين تتوقف عنده، توصل لمرحله معينه من التطوير وتتوقف عنده. فما يتهيأليش ان ده هيحصل في مش قريب. نتائج منتخب مصر داخل البطوله الافريقيه كانت نتائج مهمه جدا، وكانت المؤشرات من الاول خالص ان في فرق اكيد مستوى بينه وبين الافارقه. خلينا نستعرض معاكم مع كابتن عاصم نتائج منتخب مصر في بطولة افريقيا اللي اقيمت في تونس واللي فاز بيها منتخبنا المصري بطولة افريقيا والتأهل الى طوكيو. يا عم مش عايز هو هم لسه زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة مصر وغينيا 39-22، مصر وكينيا 44-19، مصر والكونغو الديمقراطية 28-19، وكان ده دوري المجموعات. بعد كده رحنا لعبنا في دور الثمانية مع الجابون وانجولا، ومصر كسبت الماتشين 36-17 ومع انجولا 33-26. في الدور قبل النهائي مصر بتلعب الجزائر بتفوز 30-27، ومصر في الماتش النهائي بتفوز على منتخب تونس 27-23. كابتن عاصم شفت بطولة افريقيا ازاي، بالذات ان الماتش مباراه مصر والجزائر في السيمي فاينال 30-27، واول مره منتخب الجزائر يقرب النتيجة من منتخب مصر في الفترة الأخيرة؟ هو طبعا منتخب الجزائر في مباراتنا أدى أداء عالي جدا، ولكن هو ما عندوش جديد في التشكيل بتاعه لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى العمل التكتيكي أو العمل الخططي. يعني هو منتخب الجزائر بالرياح بركوز نفس تقريبا التشكيلة، استثناء يمكن حارس المرمى اللي هو يعني مستواه عالي شوية، إنما ما اثناء المباراه ما انتش خايف من اي وقت من المباراه. يعني منتخبك مدي، لان منتخبنا الحقيقه بيلعب بمستوى عالمي. يعني عالمي اداء وامتاعا. بيلعب بمنتهى السلاسه وبمنتهى الهدوء اللي في الدنيا، ينم عن حاجات كتير جدا حصلت في التدريب في الفترات اللي فاتت، في تجانس كبير، في ثقه في النفس كبيره. عايزك تديني خلفيات الامور لما شفت منتخب مصر في حته تانية خالص، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل جوه الملعب عشان يوصل المنتخب للشكل ده؟ لا، في تطوير على مستوى العمل الدفاعي طبعا كويس. في تطوير كبير طبعا. المدرسه الاسبانيه دلوقتي، وده برضو من حسن اختيار الاتحاد المصري لكره اليد، انه اختار المدرسه الاسبانيه واختار مدرب طبعا هو المدرب الافضل حاليا في العالم. ولو بصينا حتى حاليا بطل اوروبا اسبانيا، النهائي الافريقي اسبانيا، لاتين امريكا يعني اسبان متزعمين على في كره اليد. انا رايي ان احسن ثلاث مدارس دلوقتي في كره اليد في العالم المدرسه الاسبانيه والمدرسه الفرنسيه والمدرسه المصريه طبعا بدون شك. طب ليه هتاخدني بقى في سؤال تاني، ليه مش بنشوف زي زمان مديرين فنيين مصريين يقدروا مراحل بمسي. هي مراحل. طب ما احنا النهارده الحاصل على المركز الثالث في بطوله العالم للشباب مدير فني مصري طارق محروس كويس، الحاصل على بطوله العالم للناشئين مدير فني مصري مجدي ابو المجد، ما دي كل ده مصريين. والمساعدين اللي موجودين ناس بروميسنج جدا، اذا كان حسين او كابتن حسين زكي والكابتن هاني الفخراني، هم بروميسنج جدا. وبرده من حسن تخطيط الاتحاد انه بيعد كوادر اذا كان على المستوى ده مهم جدا طبعا على مستوى، لان ده حصل قبل كده لما كان كابتن جمال وكابتن الفي وانا والكابتن صفوت رحمه الله عليه دخلنا واحنا صغيرين مع فالتخطيط ماشي بشكل يعني ممتاز اكتر من ممتاز. احتراف لعيبه مصر خارج مصر يفرق مع فرق مع الجيل ده بالتاكيد، فرق بالتاكيد فتح باب الاحتراف بدليل ان انت من التشكيله المثاليه الافريقية عندك اربعه الاربعه عندهم تجربه احتراف خارجي، يعني حتى الدرع عنده تجربه احتراف خارجي طبعا. علي زين حدث ولا حرج، يحيى خالد حاجه بروميسنج جدا ومحترف بطل اوروبا في فيسبريم، والرائع محمد هشام سند اللي انا يعني سعيد سعاده كبيره جدا بمستواه، مش دلوقتي لان انا متابع مستواه في نادي في فرنسا، هو هداف الدوري الفرنسي، لا حاجه عاليه جدا. الجديد بقى ان احنا عندنا الاجنحه ابتدت تبقى ليها، يعني نشوف الاستاتستكس بتاعت امبارح هنلاقي التهديف من عندنا من الاجنحه بقى كتير جدا. عمر بكار واخد احسن لعيب في المباراه امبارح،
وهشام سند هو اللي فتح لنا المباراه بفارق كبير جدا جدا في الشوط الاولاني. في الشوط الاولاني بالظبط. فيعني المكاسب كتير، احنا مش بصدد التحليل الفني، ولكن منتخب مصر يلعب كره يد عالميه. منتخب مصر تطور تطور كبير جدا، ونقدر نحلل ده بقى في اوقات اخرى، لكن تطور تطور كبير جدا جدا، اللي بيه انا بقول النهارده او طمعان النهارده في ان منتخب مصر يبقى عنده ميداليه اولمبيه. وجود البديل على وجود البديل على دكه البدلاء شيء مهم في منتخب المصري، مش متواجد عند ناس كتيره بالتاكيد. والبدلاء عندنا برضو ده من حسن التخطيط، ان البدلاء عندنا السن مختلف. طبعا انا مش عايز انكر هنا دور هام جدا للايقونه بتاعت كره اليد في اللاعبين الكابتن احمد الاحمر. وجوده، مجرد وجوده في داخل الفريق وفي تشكيل الفريق وفي اوقات معينه بيفرق وبيغير حاجات كتير جدا، ده برضو من حسن التخطيط. البنش بقى بتاعنا مستوى السن في البنش عندنا مستوى يفرح. يفرح طبعا طبعا، لان في لاعبين من الناشئين من منتخب الناشئين حصل على اول العالم، وفي لاعبين من منتخب الشباب حصل على ثالث العالم. فانت النهارده شايف بكره ممكن يبقى في ايه في كره اليد. بكره في كره اليد شيء مهم، لكن مسابقات المحليه بتفرز المنتخب ده ولا الاعدادي هو اللي بيفرز المنتخبات دي؟ الاثنين الاثنين التكامل. ما ده التخطيط، ان انت ازاي تعمل تكامل ما بين المسابقه المحليه وتدريب المنتخبات. يمكن انت تفتكر برضو انت خط التجربه دي زمان، ان زمان كان المنتخبات بتتجمع اوقات قصيره قبل البطولات على طول. ابتدى الاتحاد في التخطيط في بدايات التخطيط انه يعمل تدريب دائم او تدريب تراكمي للمنتخبات ويكي أسبوع على طول. كل اسبوع عشان يزيد من التجانس و و و فالاثنين ما تقدرش تقول لا المسابقه المحليه لوحدها ولا الاحتكاك ولا الاحتكاك الدولي لوحده. لازم التكامل والتخطيط، لان الاثنين يخدموا المنتخب. هو ده النتيجه بتاعته اللي احنا شايفينها، ده اللي احنا شايفينه كويس جدا. لكن دايما حضرتك كلامك بتتكلم على التخطيط، والتخطيط ده شيء مهم. لو اتكلمنا على التخطيط بصفه عامه في الرياضه، ده شيء مهم جدا، محتاجين نعرف حضرتك التخطيط في الرياضه ازاي الناس تخطط للرياضه المنظومه لفريق لمنتخب. التخطيط، لان عارف حضرتك عندك خبرات كتيره جدا في الموضوع. زي ما قلت لك، هو المفتاح، مفتاح النجاح مش في الرياضه بس، في اي حاجه في الدنيا. كويس. التخطيط كويس. التخطيط، وانك تحط خطط طويله المدى ومتوسطه المدى وقصيره المدى، وتبقى الخطط دهيت ليها اوبجكتيف، ليها ليها اهداف. وتقدر على مدار الخطه او على الـ على الـ على الـ وانت بتنفذ الخطه دي يبقى عندك القدره من خلال خبراتك اللي انت بتستعين بيها، ان انت ازاي لما يحصل حاجه ازاي تعمل ابديتنج للبرنامج بتاعك وهكذا. فالتخطيط حاجه مهمه جدا جدا. انا بقول ان هو جزء من الهندسه، زي ما نكون بنصمم مبنى مثلا او كويس. حاجه انت بتبتدي تنفذ ولا بتبتدي تصمم الاول؟ بتصمم الاول. بتصمم الاول. فانت في التصميم، في مرحله التصميم انت بتجيب من الاخر خالص وترجع، وبعدين لما تبتدي تنفذ تبتدي من الاول وتطلع. ف عمليه التخطيط لاي شيء مش لسه عمليه في منتهى الاهميه. وكل ما كان اللي بيخطط له خبرات في المجال فشايف حاجات الاخرين ما يقدروش يشوفوها، زي ما كنا بنتكلم مثلا دلوقتي على منتخب مصر حاليا وقبل كده نفس كويس. الكلام، لان احنا بنكرر التجارب وبنكرر التجارب الناجحه يعني. اللي بيخطط النهارده شايف كاس العالم 2021 كويس، لكن مش شايف البطوله دي بس. كويس. تشوف ده من الدكه، تشوف ده من البنش الاحتياطي، ان المخطط في الاتحاد المصري لكره اليد شايف 2021 مش شايف البطوله الافريقيه، وشايف 2023 كمان، وشايف 2025. فده السر. وجود علاء السيد اعتقد هو حد ناجح جدا، مهندس، وجوده دور مهم لان هو المخطط الاساسي للاتحاد المصري. طبعا طبعا، وصاحب تجربه، عنده تجربه معانا من لاعب وكابتن فريق وبعدين مدير فريق لفتره كبيره، وبعدين طبعا منصبه دلوقتي في الاتحاد الدولي كعضو لجنه مسابقات اضاف لي خبرات كبيره جدا جدا. فطبعا يعني انت شايف مرتاح. يعني انا النهارده لما اقعد ابص على منتخبات مصر لا انا قاعد مرتاح. بالعكس، انا لما بخرج بره
بيبقى حديثي عن تجربة مصر. وبتكلم زي ما بيقولوا ايه يعني، بتكلم وانا يعني بافتخار بتجربة بلدي وبتجربة اتحاد بلدي وبتجربة لعبة بلدي. امبارح شفنا المباراة ما اتفرجناش عليها، واتفرجنا كلنا عليها على الانترنت، واتفرجنا عليها على قناة مغربية. مع كل الانجازات العظيمة اللي بتحصل دي مفيش قناة بتنقل. هل هي المشكلة من الاتحاد الافريقي؟ ولا المشكلة من المسؤولة عن التسويق؟ ولا التسويق الرياضي في كرة اليد شكله ازاي؟ يعني انا مش عايز اخش كتير في الموضوع ده، لكن انا حزين جدا جدا زي ناس كتير جدا، زي معظم الجمهور. انا كجمهور بقى طبعا، مش كمدرب او كجمهور، حزين جدا جدا ان حدث زي ده هوت ما يبقاش تلفزيون بلدي بينقله. زعلان يعني؟ طبعا طبعا. حزين جدا جدا ان انا بقى بلجأ لقناه هنا او قناه هنا، مع طبعا انهم اخوانا، يعني اخواننا وكل حاجه طبعا، والناس لينا بيهم علاقات كويسه جدا جدا. انما لا، احنا اولى بان احنا ننجم ولادنا، احنا اولى بان احنا نزيع انجازاتنا. فده يعني انا ما عنديش تفسير كبير دي، انما اللي عندي هو يعني زي ما بيقولوا غصه من غصة. طبعا هكلمك بصراحه شديده، الشركه الرائعه كانت طالبه فلوس كتيره جدا على الموضوع. مش الاتحاد الافريقي برضو كان لازم يتواصل مع ناس ويخف السعر عشان كلها تزيع؟ لا انا ما اعرفش التفاصيل. التفاصيل يمكن انت التفاصيل عندك اكتر، انما انا عندي النتيجه النهائيه ان انا مش قادر اتفرج على منتخب بلدي الافضل. الافضل والاحسن والاقدر بكل حاجه طبعا. التسويق في الالعاب الجماعيه بيختلف عن التسويق في كره القدم. التسويق في كره القدم مشي في اتجاه كتير، رايح حكي في تسويق رياضي بالنسبه للالعاب الجماعيه وافكار ناس تاخد منها فلوس وتكسب، والالعاب الجماعيه تبقى توصل تتباع زي كره القدم مثلا. احنا محتاجين كتير من الافكار. كويس. كتير جدا جدا من الافكار، مش اعتمادا على الاكاديميات بس. لكن انا يعني بعتقد ان كل ما كان في ربط بالعالم كل ما هيبقى عندنا قدرة على التسويق بشكل أفضل. كويس. يعني زي ما نقول مثلا إيه، إحنا في ربط ما بين الأندية المصرية وأندية أوروبية مثلا على سبيل المثال. كويس. وفي تبادل للخبرات وتبادل للاعبين. كويس. هتبتدي العملية تمشي شوية شوية. بس طول ما أنا داخل هنا محلي الاهتمام طبعا كرة القدم على عيننا وعلى رأسنا، وهي اللعبة الشعبية الأولى في العالم كله، مش في مصر بس. ولكن محليا طول ما احنا محصورين محليا ومعتمدين على اللي هيدي الفلوس للعبة، ومش هتقدر تمول نفسك. لازم عشان تمول نفسك لازم تخرج بره شوية، لازم يبقى عندك ارتباط بأندية كتير في العالم. وتقدر تسوق بقى لعيبة وتسوق معسكرات، يعني في افكار كتير جدا جدا لازم الانديه تبتدي بيها. يعني لازم الانديه هي اللي تبتدي بيها. يعني رايك الانديه تخف شويه عن كاهل الميزانيه بتاعه النادي ككره قدم او كنادي، فتبتدي تفكر بره الصندوق، هتبتدي تعمل بروتوكول مع انديه خارجيه، اللعيبه تبتدي تعار لبره، ولا ايه بالظبط؟ تقدر تعمل بروتوكولات مع انديه خارجيه، تقدر تعمل. انا عايز اخد منك بصراحه تنظيم يعني عايزين ندي الناس تكسب من غير فلوس، يعني تكسب، لان انا عارف ان انا قدامي قامه كبيره جدا. الله يخليك. قامه كبيره جدا، فاكيد عايزين ندي خبرات حضرتك للناس عشان بس يبتدي يستوعب الامور شكلها ازاي. هو لازم كل لعبه تبتدي تفكر في نفسها. كويس. لان احنا استثناء الانديه الكبيره قدامنا عدد مش كبير من السنين، كل ما هيخف التمويل على الالعاب دهيت الالعاب دي هتتاثر تاثر كبير. ففي زي ما بقول لك افكار كتير، منها ان احنا يبقى في زي جوينت فينشر بيننا وبين انديه خارجيه، والانديه دهيت عندها خبرات في تسويق اللاعبين وحاجات تنظيم المعسكرات للفرق. احنا عندنا قدره، عندنا دلوقتي المنشات الرياضيه في مصر منشآت كبيرة جدا جدا وعظيمة جدا، نقدر نستقطب زي ما دبي دلوقتي بتعمل، الفرق الأوروبية بتروح تعسكر في دبي في فترات. ففي أفكار كتير، بس يعني عايزة وقت أكتر. وفي مشاريع موجودة فعلا للتنفيذ لده. بس الأندية لازم تاخد المبادرة بده.
لازم يبقى فيه جرأة. دور الأندية مش دور الاتحاد. دور الأندية رقم واحد، دور الأندية. دور الأندية رقم واحد، دور الأندية. الاتحاد بيوفر المناخ وبيدي الموافقات والحاجات ده، إنما الأندية لازم تبتدي تشتغل، والألعاب داخل الأندية لازم تشتغل. ولازم يبقى فيه خطة. النهاردة أنا النهاردة أنا باخد من النادي، أنا كلاعبة باخد من النادي 50 مليون. إيه برنامجي إن أنا السنة الجاية أخد 25 بس؟ وايه برنامجي ان انا بعد سنتين اخده؟ وايه برنامجي ان انا امتى ابقى كيت مع النادي؟ اما ما باخدش فلوس مع النادي، او امتى ادخل كمان فلوس للنادي؟ دي مهمه جدا. والمرحله اللي بعديها امتى ادخل فلوس للنادي؟ مش هسيب حاجه كلمه النهارده. قلت لي البنيه التحتيه او البنيه الرياضيه عندنا في مصر كويسه. كان عندك خبره سنه كامله، حضرتك اشتغلت مدير فني او مدير رياضي عفوا في الاتحاد الصيني لكره اليد، واتكلمت مع حضرتك صراحه في قاعده جلسه كده وديه بيني وبينك، وقلت لي الموضوع اختلف في العالم، الصين راح في حته تانية في الرياضه. عايز اشوف التجربه دي شكلها ازاي يا كابتن عاصم، عايزك حاجه توضحها لي اكتر شويه. هو الصين نظام مختلف. يعني الصين نظام مختلف حتى عن اوروبا وعن وبالطبيعي عندنا، لان احنا بنتبع شويه النظام الاوروبي، نظام الانديه والحاجه دي. الصين عندهم النظام بتاع الرياضه او النظام الهرمي للرياضه مختلف. هم عندهم المدارس الرياضيه وعندهم الانتقاء من المدارس الرياضيه وعندهم فرق المحافظات، كل محافظه بيبقى ليها البادجت الرياضيه بتاعتها وليها الكوتا بتاعتها وبتتعامل. انا اسف الاشاطه اكيد، لكن الصوره اللي قدامنا دي حضرتك بتشرح لي اعتقد بعض الدارسين حاجه معينه، بس حاجه توضح لي الصوره دي كانت ايه او الفيديو ده كان ايه. ده باختصار كده زي ما حضرتك شايف فيلدز اوف ذا بروجكت، ده المشروع بتاع الاتحاد الدولي في الصين. مشروع نيو ماركتس بروجكت ان تشاينا، ده مشروع كبير جدا كويس. جدا انا اللي كنت بديره الفتره اللي فاتت دهات بالتوجيه من الاتحاد الدولي. المشروع ده ليه اربع اتجاهات، ده التخطيط بتاعي انا مع يعني ده التخطيط، ده شغل انا مع الاتحاد الصيني. كويس. المشروع ده باختصار جدا ليه اربع محاور، ليه اربع فيلدز، يعني اربع اتجاهات. كويس. الاتجاه الاولاني اللي هو الترويج للعبه، الاتجاه الثاني اللي هو المنتخبات القوميه، الاتجاه الثالث اللي هو الدوري المحلي وتطوير المسابقات المحليه، والاتجاه الرابع والاخير اللي هو تطوير المدربين. تطوير المدربين وعمل شيء نظام منظومه بالظبط، وعمل نظام جديد للمدربين وربط النظام ده زي ما هنرجع تاني بقى للربط بالمستوى العالمي. ربط النظام ده بنظام الاتحاد الدولي في اعطاء الرخص. تعرف دلوقتي الاتحاد الدولي بيعمل رخص A و B و C و D. فاحنا ابتدينا في الصين السنه دي، عملنا اول دراسه للرخصه للرخصه سي في الصين. كان فيها اكتر من 82 دارس، وبعد كده عملنا دراسه اخرى بيسموهم توب كوتشز، بس اخترنا المجموعه الصغيره ودي اللي ابتدينا او الفيز الاولانيه بالظبط. دي اول فيز الأولانية. اول فيز بالزبط. هرجعك تاني لمنشات الصين، وقلت لي الموضوع تطور بشكل مختلف. الصين طبعا عندهم بنيه تحتيه. الدوله نظمت دوره اولمبيه، دوله متقدمة تكنولوجيا بشكل طبعا مش انا اللي هتكلم عليه. دولة فيها 1.3 مليار نسمة. عندهم بنية تحتية في الرياضة جبارة، بنية تحتية جبارة مش على مستوى قوية. كلمة جبارة دي جدا 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 فوق. لان انا لفيت الصين، يعني خدت انت عارف الصين كنت بتقطع الجزء مسافات. الشرقي الجزء الشرقي بالظبط. الجزء الشرقي من الصين هو اللي فيه الاكتيفيتيز كلها، او فيه لو حتى خريطه كره اليد موجوده في الجزء الشرقي كله من فوق لغايه تحت. الجزء الشرقي ده بيمثل 35% من مساحه الصين وعليه 94% من السكان. 35% على 94% على 94 بالظبط كده. 94% من السكان في بنتارجت الحته دي. فاحنا الجزء ده فيه بنيه تحتيه للرياضه. هتلاقيهم منظمين دوره العاب شتويه جايه، دوره العاب الاولمبيه الشتويه، منظمين دوره اسيا، بينظموا ايفنتس كبيره جدا جدا. من ضمن النظام اللي هم عاملينه مثلا، وده نظام خاص بالصين، هم بيعملوا زي دوره اولمبيه كل اربع سنين داخليه. ما عندهم مليون يا كابتن عاصم. دوره اولمبيه لتحت 18 سنه او لمرحله الجونيور، ودوره للسينيور، ودي اللي بيتم منها اختيار اللاعبين المنتخبات. نقدر نعمل ده في مصر ولا ما نقدرش نعمل ده في مصر؟ لا صراحة. احنا نقدر نعمل اي حاجه في مصر، بس هو النظام مختلف. احنا عندنا
نظام الانتقاء من انديه يعني عندنا نظام طريق تاني للانتقاء بتاع اللاعبين. دخلتني في انتقاء اللاعبين دايما وابدا. انا ولي امر قاعد اللاعب ابدي بيختار بقول لا ده المدرب ده بينقي ده المدرب ده مش مظبوط عشان اي كان الهدف. لكن انا عايز اعرف اسلوب انتقاء اللاعبين، توجيه اللاعبين ناحيه كره اليد او كره السله او كره الطايره في الالعاب الجماعيه بصفه عامه، التوجيه بيكون شكله ازاي يا كابتن عاصم؟ هو طبعا دلوقتي في مدارس، في مدارس ان هو في مرحله سنيه معينه بيعملوا زي المدرسه الشامله او الولد بيمارس كل الرياضات ومن خلال بقى مجموعه قياسات اذا كانت قياسات شكليه او مورفولوجي وقياسات بدنيه وبعض القياسات النفسيه ده بيبقى مناسب للعبه دي وده بيبقى مناسب للعبه دي، لان كل لعبه ليها مسطره او ليها يعني زي بيقولوا ليها بطاريه او مسطره بتاعتها. البطاريه المستوى على فكره الاتحاد المصري عمل المشروع ده من زمان قوي، عمل مشروع العمالقه ده من زمان جدا وليه دلوقتي يعني حاجه سابقين. كره اليد سابقه، كره اليد سابقه. انا قلت لك المفتاح هو التخطيط. تمام، فده احنا سابقين في المجال ده بقى لنا زمن كبير. فالخصائص ده هي اللي بتوجه اللاعب للاتجاه ده. ده كره سله، ده كره يد، ده كره طائره، ده سباحه، ده جري، ده وهكذا. كابتن عاصم ليه مش بنشوف ده في مصر بصراحه؟ يعني هو موجود يعني بس على نطاق يعني مش كبير. موجود مش على نطاق كبير. ليه كل واحد انا كولي امر اقول له انا عشان لعيب هاندبول فلاعب ابني هاندبول، حضرتك لعيب باسكت لعب ابنك باسكت، ليه مش بنسيب الناس نعمل المساطر دي ونشتغل مظبوط عشان الرياضه بقت علم ما بقتش؟ هي ثقافه كدا. هي ثقافه يعني دلوقتي زي ما بقول لك برضو ابتدينا احنا في مجهودات في هذا الاتجاه في انديه كتير في مصر وفي اماكن كتير جدا في مصر في الاتجاهات التوجيه الرياضي او ان يبقى في مرحله كده فيها انتقاء او فيها اختيار. طبعا طبعا موجود بس مش بنطاق كبير، انما اتحاد اليد برضو تاني هرجع واقول كان سباق في هذا المجال بانه بيعمل مشاريع اللي هو بينتقي اللاعبين، ما بيستناش اللعيبه تجيله، لا هو بيروح ينتقي اللاعبين. وعنده دلوقتي بقى مشاريع قوميه من سنه من فتره كبيره يعني، وبيخرج من المشاريع القوميه دهيت لاعبين. انتقاء اللاعبين ده شيء مهم جدا، لكن اللي انت تسبق عصرك بزمن كبير وتتكلم في موضوع اتعمل السنه دي ده شيء مهم جدا. وزاره التربيه والتعليم هي وزاره الشباب والرياضه عملوا مشروع كبير جدا مع اتحاد كره اليد او الاتحاد الدولي لكره اليد عن مشروع المليون لاعب في المدارس. تعالوا نخرج لحديث مهم جدا لكابتن عاصم السعداني من 18 سنه، نشوف قال ايه عشان نتكلم معاه هو كان سابق الموضوع. حضرتك اتكلمت في الموضوع ده من 18 سنه ان احنا عايزين نعمل رياضه، انا هعرضه حالا دلوقتي، بس عايزين نعمل رياضه بشكل مختلف ونخلي كره اليد بشكل مختلف. راي حضرتك ايه؟ راي حضرتك ايه في اللي حصل مع وزاره التربيه والتعليم ووزاره الشباب والرياضه في مشروع المليون لاعب مع الاتحاد الدولي؟ اما حاجه رائعه رائعه، لان مشروع برضو ده من المشاريع اللي بتحسب للدكتور حسن مصطفى، والمشاريع كتير في الاتحاد الدولي اللي بتحسب للدكتور حسن مصطفى اللي هو مشروع الهاند بول ات سكول. هو ده مشروع هاند بول ات سكول ده دلوقتي في موجود في دول كتير من العالم. والصين اتعمل اتنين في يعني اتعمل مرحلتين لغايه دلوقتي في الصين للمشروع بتاع الهاند بول ات سكول. فده مشروع رائع. ان اهدافه هو اهدافه ايه يا كابتن عاصم؟ اهدافه اهداف كتير. اولا في هدف ترويج للعبه ونشر اللعبه واكتشاف المواهب من مراحل يعني بدري شويه، يعني بنتكلم على 7 سنين وثمان سنين وتسع سنين، وعلى قاعده اكبر اللي هي قاعده المدارس، ومش بواسطه المدربين فقط ولكن بواسطه مدرسين التربيه البدنيه. فده مشروع موجود في دول كتير في العالم. انا في الصين حضرت فيز منه. حاجه مشروع رائع وهتبقى ليه نتائج على قاعده اللعبه في مصر في السنين الجايه. هسألك سؤال بجد، هل ممكن كرة اليد تنقل وتطلع فوق كرة القدم في يوم من الأيام في العالم بكل المشاريع بتعمل في العالم دي ولا لأ؟ بصراحة أتمنى، بس صعب. لأن كرة القدم طاغية. ليه؟ يعني قول لي بس، يعني أكيد كلنا بنحب كرة القدم، قول لي ليه برضو أنت برضو حاجة. أنا ما عنديش تفسير، لأن كرة القدم لعبة لعبة شارع يعني لعبة شعبية جارفة في العالم، فكرة القدم خليها على جنب. طب يعني في التسعينات كانت الناس بتلعب هاندبول في الشوارع،
استغلناش ليه المرحله بس دي. مش زي الكوره، لا الكوره الكوره يعني زي ما بيقولوا هي خلي الكوره، بلاش نتكلم على الكوره خالص لان الكوره مش بايدينا احنا، الكوره ده في العالم كله. هي اللعبه الساحره الاولى في العالم، واخده دماغ الناس كلها في العالم يعني. فاحنا خلينا نتكلم فيما بعد كره القدم، يعني ان احنا نبقى بنتحدث بقى على الالعاب الاخرى. على الالعاب الاخرى يعني انت شايف من وجهه نظر حضرتك ان الالعاب الاخرى دي مستحيل تاخد في مصر بصفه عامه او بصفه خاصه عفوا تاخد مكان كره القدم؟ مستحيل. ولا في العالم حتى. ولا في العالم، ولا في العالم. هتلاقيها في دول بقى بس يعني في امريكا واخده، هتلاقيها في دول ما فيهاش كره قدم. يعني هتلاقيها موجوده في دول ما فيهاش كره قدم. يعني مثلا زي امريكا مثلا. امريكا كره القدم فيها ما هياش اللعبه الاولى، لان لما تسال الناس في الشارع ما في ناس كتير ما يعرفوش كره القدم، يفتكروا كره القدم دي اللي هي الامريكان فوتبول. ودي لعبه تانية خالص غير السكر، غير غير كره القدم، غير كره القدم خالص. طبعا تطور التكنولوجي مهم جدا في الرياضه، تطورات كبيره جدا بتحصل، فار في كره القدم، فيديو في الطايره، في الفار في الهاندبول، الموضوع اختلف. التطور التكنولوجي شايفه ازاي يا كابتن عاصم؟ هو في خدمه في خدمه اللعبه وفي خدمه اللعيبه وفي خدمه الاداء بتاع اللعيبه وفي خدمه الانتشار بتاع اللعبه، حاجه طبعا رائعه يعني، حاجه رائعه. ولكن لازم يبقى في شويه تقنين فيها في السنوات القادمه. يعني مثلا لما نشوف تقنيه الفار دلوقتي لما دخلت في بلاد حصل فيها مشاكل اكتر من محل مشاكل. يعني عمل مشاكل اكتر من محل مشاكل. لكن الجزء التكنولوجي بقى الهام اللي هو يخص الالعاب نفسها، يعني اللي يخص مثلا اصابات الملاعب. كويس. مثلا على سبيل المثال هروح لاصابات الملاعب، بس انا عايز اخد منك حاجه زي من 18 سنه قلت كلام وهطلعه دلوقتي حالا قدام الناس. عايز اخد منك حاجه في التكنولوجيا، شايف تحلم ازاي في التكنولوجيا في كره اليد؟ توصل فين؟ عايزة توصل ازاي؟ لا انا ما احلمش كتير بكل، انا عايز كره اليد زي ما هي كده حلوه. ايوه يعني طبعا دخل دلوقتي دخل الفيديو حكم الفيديو ابتدى يخش في تطوير شويه في عمليه التايم اوت، دلوقتي التايم اوت بقى غير زمان شويه، الحاجات دي لطيفه. لا 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 عايز اخد منك كلمه للتاريخ بجد يا كابتن عاصم والله، عايز تشوف كره اليد فين في التكنولوجيا؟ في الاخر التكنولوجيا النهارده بتشوف الكرة بتخش او بتعدي خط الاوت ممكن، يعني عايزها فين؟ الحكم يبقى حكم في الاخر شكله ازاي؟ لا ده انا عايز اخف، ده انا نفسي ان الحمل يخف شويه على الحكمين اللي في الملعب، لان فعلا. اللعبه دلوقتي بقت سريعه جدا فطبعا الحكم الفيديو هيساعد شويه بالاضافه لان في عدد كبير من المساعدين. وبرده بالصدفه دي او بالمناسبه يعني زمان برضو دي من الحاجات اللي طورها الدكتور حسن مصطفى ان الحكم دلوقتي ما معهوش ورقه، كان زمان الحكم معاه ورقه بيسجل فيها كل حاجه، دلوقتي الحكم من كتر الاحداث خلوه يبص بس على الملعب بس واللي بره كله هم اللي بره بقى المسجل والميقاتي والديليجيتس الشمال واليمين والاوفيشال هم اللي بيراقبوا كل الحاجات، النتيجه والوقت والاحداث خارج الملعب والاحداث الاخرى يعني. فعلى مستوى التحكيم انا نفسي على مستوى التحكيم شويه يبقى فيه مساعده للحكام، يعني ليه لا يبقى فيه مثلا حكم ثالث او حكم. والله اخذت السؤال، هل تحب ان يكون في حكم ثالث او رابع جوه ارض الملعب؟ والله ولا كفايه اثنين؟ لا ثلاثه هيبقى افضل. ثلاثه طبعا، واحد يقف في نص الملعب ويغيره عشان ما يحطش ينهج رايحين جايين. نسبه الجري هتقل جدا فالصفاء الذهني او اللياقه الذهنيه هتبقى متواجده لان ما فيش تعب، فهيدوا قرارات بشكل بيتهيألي كده. طيب احنا بس الفيديو ده مهم جدا، فيديو كابتن عاصم استعداني يتكلم من 18 سنه داخل صاله النادي الاهلي، قال كلام مهم، خلينا نسمعه ونرجع نساله هو سبق عصره ازاي. انما بصفه عامه احنا الولاد عندنا بصفه عامه يعني انا مش متحيز للعبه كره اليد، وانما اللي اثبتته 13 سنه اللي فاتوا ان مصر في حاجه في كره اليد مميزه بيها. فانا بقول ان احنا ولادنا شبابنا الاطفال المصريين تالنتد موهوبين بلعبه كره اليد. يعني انا حتى كنت في وقت من الاوقات كنت بطالب ان لعبه كره اليد تبقى لعبه قوميه، يعني تبقى مشروع قومي. ودلوقتي بقى في مشاريع، يعني بقى لها كذا سنه في مشاريع للعبه في كره اليد. احنا اولادنا بالتاكيد 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 انا صدقوني
سعيد بالكلام ده، لان الكلام ده كابتن عاصم قاله في صاله النادي الاهلي، هو ابن النادي الاهلي فداخل صاله النادي قال الكلام ده، قال ان احنا عايزين يبقى الهاندبول مشروع قومي اللي هو اتعمل بعد 18 سنه. سبق عصرك؟ لا ولا ابدا، ده كان راي ناس كتير على فكره، مش راي انا بس يعني، ده كان راي ناس كتير، يمكن انا كان ليا الحظ ان انا اطلع قدام الشاشه اقوله، انما هو كان راي ناس كتير. احنا فعلا فعلا ولادنا موهوبين كره يد، احنا فعلا ناس موهوبه بكره اليد، زي ما بنتكلم على بعض الدول، امريكا مثلا، دول بلغاريا مثلا، دول في الربعين والكلام ده، ناس موهوبه ببنيتهم البدنيه وبنيتهم الذهنيه وتشكيلهم موهوبين باللعبه دي. بتوع اثيوبيا في ناس منهم بحكم طبيعه بحكم الجغرافيا هم موهوبين بالمسافات الطويله، عشان هكذا احنا ولادنا، او ده اللي انا كنت شايفه وكان كتير من الناس شايفينه، ان احنا ولادنا موهوبين بلعبه كره اليد. احنا ممكن نبقى سوق كبير جدا لكره اليد، وهنرجع لده هترجعك للتسويق. لا، احنا ممكن نبقى سوق لكره اليد كبير جدا، ممكن يبقى عندنا بدل نصدر لعيبه، ممكن يبقى عندك مئات المحترفين بره. هل ممكن نوصل لألمانيا مليون واتنين مليون والقصص دي كلها لعيبه ولا ليه؟ لا احنا عندنا قدره على يعني عندنا اللعيبه، الناس بتشوف ده، واحنا كبتوع كره يد شايفين ده. لما شوف فلوس برضه، قال لك كابتن عاصم يعني برضه يعني مراكز الشباب فلوس برضه، قال لك ما كل الناس برضه عايزه فلوس يعني. ما انت النهارده لما تخش في سوق الاحتراف يبقى عندك عدد كبير من اللاعبين المحترفين، يعني بدل ما تستورد لاعبين تبقى بتصدر لاعبين. لا، ده في امكانيه كبيره جدا ليه في مصر. هل ممكن مصر في الرياضه تشجع الانديه تطلع تطلع لعيبه مش في الهاندبول بس، كل الالعاب، تتكلم على الرياضه بصفه عامه، تطلع لعيبه من مراحل سنيه صغيره ولا تبالغ في مبالغهم، ساعدهم وهيساعدوك وخد حقوقك والدنيا تتحرك بهذا الشكل، يحركوا الدنيا شويه. طبعا كلمتني على الاصابات وقلت لي الاصابات اختلفت في العالم، انا بس قطعت السؤال مع كلام مع حضرتك، الاصابات اختلفت، شكل الاصابه بدا الناس تعرف برضه بالتكنولوجيا، الموضوع اختلف فين في الاصابات يا كابتن عاصم؟ هو طبعا الاصابه دي حاجه لعينه جدا جدا جدا. واذا كنا بنتكلم على عمليه التدريب فالهدف الرئيسي من عمليه التدريب من عمليه التدريب بصفه عامه بكل مشتملاتها اللي هو التدريب والتغذيه والراحه والجزء النفسي فيها كله بيدور عن حوالين نقطه مهمه جدا جدا، هي صحه اللاعب. صحة اللاعب، صحة اللاعب كويس، يعني الهدف الرئيسي هو صحة اللاعب او المحافظة على صحة اللاعب. صحة اللاعب بقى من كل الأوجه، من ضمنها الإصابات. في دراسة كانت اتعملت من فترة في الألعاب الأولمبية، صنفت مين الأكثر، يعني كرة القدم كانت الأقل، الهاندبول كانت أكتر شوية، كرة الطايرة كانت أكتر شوية، والجودو في الألعاب الفردية. ففي يعني زي ما بيقولوا ايه، مخطط كده للالعاب اللي بيحصل فيها اصابات كويس. فابتدى دلوقتي في التدريب، مش دلوقتي كمان بقى لهم فتره، وده برده جزء فكرني برده من جزء من منتخب مصر، من الجهاز اللي موجود في منتخب مصر شخص عنده يعني رائع في هذا المجال، الدكتور محمد شوقي. دكتور محمد، انا اشتغلت معاه شخصيا، شخصيه في رائعه متطوره، عنده يعني انا متاكد مليون في الميه ان ليه دور كبير جدا جدا في حاله منتخب مصر. فدلوقتي بقى في مجموعه من القياسات تقدر تشوف احتمالات الاصابه فين اكتر وهكذا، وفي بناء على القياسات دهيت انت بتحط برامج خاصه لكل لاعب عشان يقدر يعمل يبعد عن دي، يبعد عن الاصابه بحيث ان الاصابه تبقى اقل ما اقل حاجه ممكنه، او الريسك او ريسك التعرض للاصابه يبقى اقل حاجه ممكنه. ودي حاجات بقت ناس كتير جدا شغاله بيها، وعلى ما اظن ان منتخب مصر واحد من المنتخبات اللي بتشتغل بالنظام ده، هو انه بيعمل قياسات وبيشوف القياسات ده، هي اساسا بتشتغل على مجموعه من الحاجات، منها مثلا الموبيليتي او المرونه بتاعه المفاصل بشكل عام، الاستابيليتي والكوردينيشن بتاع الجسم كله، اللي هو بيبقى سبب في اكتر من 90 او 95% من الاصابات. وعندنا امثله كتير لو نقدر نتحدث عن امثله. ودي بتعمل مشكله كبيره جدا، اولا بتعمل مشكله للرياضي، بتعمل مشكله للرياضي نفسيه، بتاثر على مستوى الرياضي، وليها تاثير كمان اقتصادي، لان اللاعب ده فلوس، واليوم اللي بيتعطله انت بتكلف بتدفع فلوس، بتدفع فلوس، بدفع فلوس. فالجزء الخاص
الحماية من الإصابات أو التأهيل للحماية من الإصابات، مش التأهيل بعد الإصابة. لا أنا بتكلم التدريبات أو القياسات والتدريبات، مجموعة التدريبات التخصصية اللي تخلي اللاعب تبقى عارف أن اللاعب ده عنده احتمال إصابة في الكتف اليمين أكثر من الكتف الشمال، فيبتدي يشتغل على الكتف وهكذا. كابتن عاصم، بيجيب وقت منين لكل ده؟ ما شاء الله قاعد قدام خبير كبير جوه المجال الرياضي، بيجيب وقت منين بتطلع على كل ده بصراحة؟ احنا حياتنا كلها رياضة. انا سبت الهندسة من اكثر من 15 سنة، فحياتنا لا بس حياتنا. انت مهندس كمان، كنت اشتغلت في النادي الاهلي مهندس. انا اشتغلت كنت صح؟ مهندس النادي يعني طول عمرك في النادي الاهلي. الحمد لله، ده حاجة جميلة جدا جدا. اكيد في كل حياة شخص في صور، احنا اخترنا صور اعتقد جايز تكون الصور دي متناسبة مع كابتن عاصم، غير متناسبة مش عارفين، لكن خلينا نشوف ثلاث صور اخترناهم لكابتن عاصم هيقول عليهم ايه. في ثلاث صور، ادي اول صوره طلعت باول تيدمان، كابتن باول تيدمان الالماني، مدير فني الماني. نقطه التحول في حياتي انا شخصيا على مستوى كره اليد وعلى المستوى الشخصي كان شخص رائع. لا رحمه الله عليه، رحمه الله عليه كان شخص رائع على المستوى، على مستوى الانسان كإنسان. كانسان طبعا اتعلمت منه كتير يا كابتن عاصم، اتعلمت منه حاجات كتير قوي قوي قوي. انا يعني تلميذه واخوه الصغير على مدار 3.5 سنين كنت ملازم ليه تقريبا بشكل يومي. اكتسبت منه يعني خدت منه يعني شخص رائع على رائع. كل المستويات، شخص رائع على كل المستويات. هنروح للصوره الثانيه، والصوره الثانيه دي برضو في تاريخ كابتن عاصم السعدني، الحلقه الاقوى دكتور حسن مصطفى في الرياضه المصريه، الحلقه الاقوى في كره اليد في مصر. على ايده اتطورت لعبه كره اليد في مصر بشكل عايشين او مستمر حتى الان. طور كره اليد في العالم، في العالم، في العالم بالتاكيد. كره اليد لما الدكتور حسن دخل الاتحاد الدولي كانت شيء، والنهارده كره اليد شيء اخر على مستويات كتير جدا. يعني نقدر نتكلم فيها وقت كتير. فهو الحلقة الأقوى في كرة اليد وفي الرياضة في مصر. دكتور حسن مصطفى بيمثل إيه للكابتن عاصم السعدني؟ هو اللي اداني فرصة في، أو هو اللي يعني نقدر نقول هو اللي آمن بإمكانياتي. اكتشف؟ بالتأكيد 100%، بدليل إن هو اداني منتخب مصر الأول كمدير فني وأنا عندي 34 سنة. قال لك يوميها؟ لا حاجات كتير. قال لي لو ما نجحتش هتبحر. اخر صوره معانا اخر صوره على الهوا، كابتن جمال شمس رحمه الله عليه، رحمه الله اعظم المدربين اللي شافتهم افريقيا وشافهم العالم العربي، زميل عمر. زميل عمرك وكان الصوره دي تفكرك بايه؟ بقى دي صوره انا كنت مساعد لجمال ساعتها. لا ده اصل الصوره دي كمان انا فيها. طبعا طلعها لي، واخد بالك؟ يعني بيظبطوا لي على الهواء. دي بطوله افريقيا مواليد 70. دي البدايه؟ دي بدايه، دي من البدايات المهمه، البدايات المهمه جدا جدا. كنت انا وقتها بشتغل مع كابتن جمال رحمه الله عليه مساعد، وبشتغل في نفس الوقت مساعد لتيتا، كنت اشتغل مع الفريقين. مع فريقين. والحقيقه مرضه كابتن جمال وفاته كان ليهم تاثير كبير جدا عليا. اثرت عليك؟ بالتاكيد، ويمكن من الاسباب الرئيسيه ان انا بطلت تدريب. بطلت تدريب؟ بطلت بنش يعني. بطلت بنش. وفات كابتن جمال شمس. بالتاكيد. كابتن عاصم السعدني، انا سعيد جدا بالقعده معاك، والاسئله كتيره وما خلصتش. هتوعدني بحلقه ثانيه؟ انا تحت امرك. اي طيب وقت. كلمه لكره اليد المصريه، للتاريخ زي ما بيقولوا، كلمه كده من كابتن عاصم لتاريخ كره اليد المصريه. احنا سعادتنا لا توصف بما فيه كره اليد في مصر النهارده، لان انا عندي الاحساس بتاع المكسب ده. انا كسبنا، انا يعني كنت طرف 91 طبعا. وكنت المدير الفني 92 فعارف يعني ايه مكسب وعارف يعني ايه مكسب خارج، تاهل مكسب خارج البلد، عارف يعني ايه تاهل لدوره العاب اولمبيه، عارف يعني ايه الارتفاع بالطموح. فبنبارك لكل عناصر اللعبه، بداية من مدربين الأندية الصغيرين اللي بيمرنوا الأولاد الصغيرين، مرورا بالمدربين للأندية كلها، لاعبتنا لاعب بدون أسماء، اتحادنا واتحاد اللعبة اللي يعني بنرفع له القبعة
على انجازاته في الـ في في الـ في الفتره الاخيره. بطل عالم، ثامن عالم رجال، بطل عالم ناشئين، ثالث عالم شباب، بطل افريقيا عن جداره وبفارق كبير عن افريقيا. يعني احنا الفارق كبير جدا عن افريقيا، ورؤيه مستقبليه رائعه إن كلنا شايفينها. كلنا، انا دلوقتي شايف منتخب مصر في الاولمبياد، شايف منتخب مصر في كاس العالم 2021، وشايف منتخبات مصر في المستقبل العشر سنين الجايين. سيبدا عصر مصر تاني زي ما كان قبل كده. كتب في الاهرام الرياضي في عام 91 وبدا عصر مصر في كره اليد. النهارده بيبدا يستمر عصر مصر في كره اليد. كابتن عاصم نورتني وشرفتني، وسعيد جدا تكون معايا، وباذن الله تكون معانا في حلقات تانية. وصدقني دي حلقه انا هحتفظ بيها كده في المكتبه عندي، لان فعلا حضرتك لك فضل عليا شخصيا في كل احداث حياتي. الفضل لله سبحانه وتعالى، وانا سعيد ان انا موجود في القناه، وسعيد ان انا موجود معاك. انت لنا يعني عشره كبيره جدا. أكيد. جدا، وانت يعني من الحراس الحمد لله. يعني اتذكر الجون بتاعك في ماتش كوبا بتاع سابع العالم، وده اللي اهلنا للاولمبياد بالظبط. سيدني 2000 فيعني انت جزء من تاريخ اللعبه. ربنا يكرمك يا كابتن عاصم، ميرسي جدا جدا. بشكر كل جمهور النادي الاهلي اللي كان معانا ومشاهدينا ومتابعينا النهارده. اكيد حلقه كابتن عاصم السعدي حلقه مختلفه، اتكلمنا فيها عن تاريخ كره اليد والعناصر الجديده في كره اليد. واكيد في اخر حلقه لازم اقول ألف مليون مبروك لمنتخب مصر، وألف مليون مبروك لأسرة كرة اليد المصرية، وألف مبروك للاتحاد المصري برئاسة المهندس هشام ناصر، اللي لاعبتنا شرفونا وفرحونا جوه أرض تونس، وقدروا يكسبوا بطولة أفريقيا وتأهلوا إلى التقرير. إلى اللقاء، وأشوفكم في الحلقة الجاية.